الثانية في توقيت واشنطن، السابعة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم بنشرة العالمية، إليكم أبرز العناوين. تريث إسرائيلي فلسطيني في الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى. البرلمان العراقي يقر تعديلا لقانون الانتخابات ويتجاهل نقد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. العاهل الأردني يحل البرلمان ويأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وإيران تواصل مناوراتها العسكرية وتجدد رفضها إرسال اليورانيوم إلى الخارج. مساء الخير. شهد ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس شهد في الساعات الماضية تطورات متلاحقة، حيث أكد مراسل الحرة في القدس أن تقدما كبيرا أحرز في هذا الملف الذي قد يتوج باتفاق خلال الأيام المقبلة. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، فقد أكدت مصادر للحرة أن إسرائيل لا زالت في انتظار رد حماس. من القدس الغربية مجدي الحلبي، الحرة. ونتابع الملف ومعطياته من الجانب الفلسطيني مع مراسلتنا في غزة وسام ياسين. وسام، هل توفرت معلومات عن موقف حماس من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل؟ حتى الآن محسن لا توجد لدينا أي معلومات، للأسف هناك تكتم شديد. أهلا بكم من جديد. أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأن الانتخابات العراقية ستجري ولو تأخرت لبعض الوقت من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا التي تثير القلق. وقد كشفت كلينتون أن الولايات المتحدة ستقدم بعض الأفكار من أجل تحقيق هذا التفاهم. نعتقد أنه ستكون هناك انتخابات. طيب، تحدثتم سيد نجيفي عن شحن الشارع حتى قبل هذا الأخذ والرد في البرلمان. أنتم دعوتم الآن أهالي نينا وصراحة للتظاهر، ما الذي ترجونه من تحرك شعبي على هذا المستوى؟ نعم، لابد من الاعتراض على هذه الأساليب الغير دستورية فعلا، على أن تتضمن إرسال نحو 40,000 جندي إضافي. سوف نتعرف على التفاصيل إذا أمكن من خلال جو ثابت مراسلنا في البنتاغون. جو، أهلا بك. هل عرف التفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية الجديدة الخاصة بأفغانستان؟ محسن وسمر، مساء الخير. على عكس ما كان متوقعا في الأسبوعين الماضيين، يستعد مئات الآلاف من الحجاج لبدء مناسك الحج الأربعاء المقبل، فيما تواجه السلطات السعودية تحديات تتمثل لا سيما بتفادي انتشار إنفلونزا الخنازير ومخاوف من حصول تظاهرات حجاج إيرانيين. لكن وعلى الرغم من الإعلان رسميا عن وفاة 4 حجاج إثر إصابتهم بإنفلونزا الخنازير، إلا أن السلطات السعودية قالت إنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الحج. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير. مئات الجنود ترتجف الأرض تحت أقدامهم. في هذه الأثناء جددت إيران اليوم رفضها إرسال اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه إلى الخارج، كما ينص على ذلك مشروع اتفاق اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونبقى محسن في موضوع الإيراني النووي الإيراني، حيث في فيينا طغى الجدل حول البرنامج النووي الإيراني والسوري على اجتماع لجنة التعاون التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالفعل، وخلال الاجتماع رفضت وفود تمثل الدول الغربية رفضت مقترحات قدمها ممثلة إيران وسوريا تتعلق بطلبات تمويل مشاريع تقنية في الحقل النووي. تابع كل ذلك في تقرير عبد الوهاب القايد من فيينا. شكرا لكم، وعودة إلى سمر ومحسن في استوديو الحرة في واشنطن. شكرا لك محمد. وسنذهب دون انتظار إلى هيثم عامر وصفحة الرياضة، وتبدأ بتكريم المنتخب المصري. نعم، الرئيس محمد حسني مبارك كرم المنتخب المصري اليوم على مجهوداته في تصفيات كأس أفريقيا، تصفيات مؤهل كأس العالم. أهلا بك سمر. إلى محسن وسمر، شكرا لكم. شكرا لك هيثم. أشكرك. ونقف نحن أيضا عند هذا الحد سمر. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.